عمرك ما زال تحتاري واش دير. وجبة صيفية بامتياز، سهلة وسريعة، بدون فرن، والأهم بزاف لذيدة، بمكونات بسيطة تعجب الكبير والصغير، غتولي الأكلة المفضلة عندك. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. اوكي العاده ما تنساوناش ملي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السويريه. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. اول حاجه كنقومو بالتحضير ديالها وهي البطاطا، المكون الرئيسي والاساسي في هذه الوجبه او في هذه الوصفه. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا جوج حبات ديال البطاطا بالحجم المتوسط، وانتم غتعتمدوا هذه المكونات والمقادير على حسب الكميه اللي بغيتوا على حسب افراد الاسره. درت هنايا انا غير جوج بطاطات اللي غسلتهم مزيان مزيان ثم قشرتهم وكنقطعهم لدوائر اللي تكون على هذا السمك، هذا ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش سميكه باش غادي نسلقوها، يعني باش توجد لينا دغيا دغيا. كنقطعها على هذا السمك هذا، كيف ما يمكن لكم تسلقوها بالقشره ديالها وهي صاينه، وعاد تقطعوها دوائر غير باش نسهل عليكم وتسلق بسرعه وتبقى على القوام ديالها، يعني على الدوائر ديالها. كنقطعها عاد كنسلقها، كندير لها واحد رشه خفيفه ديال الملحه وكنديرها تسلق على خاطرها. بيد ما هي كتسلق كنمشي نوجد المكونات الاخرى. عندي هنايا حبه بصل بالحجم الصغير، اليوم انا استعنت غير بالبصله، وانتم ممكن ديروا الجزر اللي يكون محكوك او الكورجيت او اي نوع ديال الخضر مفضل عندكم. درت هنايا انا غير حبه بصل صغيره اللي كنقطعها او كنشلضها القطع رقيقه رقيقه كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. بعد ما كنقطع داك الحبه ديال البصله صغيره كنوضعها هنايا في المقلاه، وكنضيف ليها هنايا واحد جوج معلقات او معلقه ديال الزيت، كرشه ديال الملح، ورشه من الابزار، وكنوضعها على النار اللي تكون متوسطه حتى كتشحر ليا. بعد ما هاد البصيله كنوضعها كتشحر ليا والبطاطا ديالنا كذلك راها كتسلق، عندي هنايا واحد قطعه من الدجاج. انتوما بالنسبه للحوم غتختاروا اللي بغيتوا. عندي هنايا الدجاج، يعني قطعه الدجاج اللي تكون مجمده، من الاحسن تكون مجمده باش كنقطعها بالعبار وبالقياس اللي بغيت، كتجيني سهله وكتعطيني الفورمه اللي بغيت انا نقطع بها. كيف ما كتشاهدوا معايا منين كنجمدوه كنقطعوا كيف ما بغيت، كنقطعوا انا لشرائح طوال بحال البطاطا فريت، وانتوما غتقطعوا هذا الدجاج كيف ما بغيتوا. كيف ما يمكن لكم ديروا الكفته ديال الدجاج او ديروا الطون او ديروا اي لحوم عندكم، او بدون لحوم كذلك تحضروا هذه الوصفه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطع الدجاج بهذه الطريقه هذه كصوابع، ممكن تقطعوا حتى طريفات. من بعد كنقطع هذا الدجاج ديالنا كصوابع، كنضيفوا لذاك البصله ديالي بعد ما تشحرات ليا. بيد ما كتشحر ليا كنكون انا قطعت الدجاج ديالي، كنضيف هنايا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار كذلك الدجاج، وندير بانني راه درت البزار والملحه في البصله، يعني ندير غير شويه شويه القياس اللي غنضيف للدجاج فقط. كنبقى نشحر في هذا الدجاج ديالي مع البصله. كيف ما كنعرفوا جميع الدجاج راه كيطيب بحال اللي كنقليو البيض. هذه الوصفه ديالنا كتوجد يعني بواحد الوقت قياسي جدا، كنوجدوها في الحين كتجي من اروع ما يكون. بالنسبه للصلصه اللي غادي نضيف، عندي هنايا صلصه الطماطم جاهزه حيت ما كانتش متوفره عندي مطيشه. الا عندكم مطيشه غديروا حبه واحده ديال الطماطم، كنحكوها في الحكاكه الرقيقه وكنضيفوها، يعني حبه طماطم في الحجم المتوسط. درت هنايا صلصه الطماطم الجاهزه، درت جوج معالق كبار اللي كتعطينا واحد اللذه خطيره لهذا الخليط ما بين البصله وما بين الدجاج اللي قطعته على الطريقه هذه. يعني كنخليها تشحر ليا واحد شويه من بما منين كنضيف صلصه الطماطم، غير واحد دقيقه وكنطفي عليها وها هي واجده. كناخذ هنا المقله ديالي اللي كندهنها بالزبده، كيف ما يمكن لكم دهنوها بواحد ملعقه كبيره ديال الزيت. انا فضلت هنايا الزبده، ما كتبقاش ذوق الزبده، يعني كاين اللي يقول كيبقى طعم الزبده، ما كيبقاش طعم الزبده نهائيا، والزبده كتعفي من الوجبه ديالنا باش تلتصق لينا مقارنه مع الزيت. وهذه هي البطاطا ديالنا من بعد ما تسلقات لينا راه باقا سخونه مباشره كتسلق ليا، كنديرها فواحد الصفايه كنصفيها مزيان مزيان من الماء اللي فيها، ثم كنستفها في المقله ديالي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشاهدوا معايا نتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح. صدقيني سيداتي غتجربي هذه الوصفه غتولي معتمده عندك في فصل الصيف،
وغتبقاي ديريها وتعاوديها، ما غاديش تملي منها من اللذة ديالها ومن السهولة ديالها. كذلك في التحضير كيف ما كتشاهدوا معايا استفدت انا هنايا البطاطا، كيف ما قلت لكم في اول لا فيديو نتوما غتعتمدوا الكميه ديال البطاطا والكميه ديال الدجاج والمقادير كلها هي على حسب افراد الاسره. بالنسبه لهذه الوجبه هذه كتكفي من جوج حتى لثلاثه مع واحد السلطه كوجبه غداء او عشاء، كتجي مخيره. عندي هنايا جوج حبات من البيض، كيف ما يمكن لكم ديروا ثلاثه ديال البيضات تضاعفوا البيض، انا درت هنايا غير زوج بيضات وراهم كفاوني. كندير رشه ديال الملح، جوج بيضات كنطربهم بالفورشيط مزيان مزيان فواحد الزليفه، وانتم غتعتمدوا كميه البيض على حسب الكميه ديال البطاطا اللي درتو. انا عندي هنا جوج بطاطا، درت جوج بيضات، كنفرغ البيض فوق البطاطا وكنوضع المقله ديالي فوق نار مهيله، يعني للصفر، يعني ناقصه على النار اللي تكون ادنى درجه عندنا في الفوق. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقص عليها مزيان مزيان باش نخدم مكونات اخرين على خاطر خاطري، والبيض راه دغيا كينضج. البطاطا ديالنا مسلوقه، وكذلك الدجاج ديالنا راه شحرناه راه طايب مع البسيله ومع صلصه الطماطم، كنقص للصفر وتنبقى نوزع هذا الدجاج اللي شحرته مع الطماطم، كيجي رائع غير هو بوحدو. هاد الدجاج مع البصيله مع هاد الصلصه ديال الطماطم تاكليه غير بوحدو، وضيفي ليه شويه ديال الفخوماج مع خبيز كيجي خطير رائع جدا. انا ضفته فوق البطاطا والبيض كيف ما كتشاهدوا معايا، كنحاول نوزعه بالتساوي باش ما تجيش جهه فيها الدجاج وجهه ما فيهاش، شي ياكل الدجاج شي ياكل غير البطاطا والبيض. كنحاول نوزعه بالتساوي كيف ما كتشاهدوا معايا، كيف ما يمكن لينا نسموه بشويش ديال الزعتر ولكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما وزعته غادي نضيف واحد الاضافه ولكم فيها الاختيار، الا كان هذا المكون موجود ضيفوه، ما كانش ماشي مشكل، كتجي هذه الوجبه رائعه جدا. عندكم فخوماج ديال الساندويتش المربع ديال درهم ضيفوا واحد جوج او ثلاثه، ما متوفرش عندكم ممكن ديروا فخوماج المثلت، ديروا واحد ثلاثه فخيميجات تقطعوهم مكعبات صغار وتفرقوه فوق هذا الدجاج باش كيعطينا واحد اللذه خياليه. انا توفر عندي هنايا الجبن الموتزاريلا اللي كنديروا في البيتزا، او متوفر عندكم الجبن الاحمر، كنحكوا واحد طريطف وكنفرقوه فوق هاد الوصفه هادي او هاد الوجبه هادي، وكنغطي عليه بالغطايا او بشي غطايا باش كيذوب لينا داك الفخوماج. ميم با ما كنسالي الفخوماج راه البيض ديالي راه طاب، لان البيض كيطيب في رمشتين، لهذا قلت لكم نقصوا النار ملي تبغي توضعوا هاد المكونات. كنغطي عليه ميم با واحد الدقيقه، كتكون الوجبه ديالنا واجده ساهله ماهله وحاضره ناضره. كيف ما كتشاهدوا معايا اسهل واسرع وجبه على الاطلاق ممكن تحضريها كوجبه غداء او وجبه عشاء، وتضيفي ليها واحد السلطه كتجي من اروع ما يكون. كيف ما كتشاهدوا معايا درت انا هنايا واحد شويه ديال الربيع قزبر معدنوس قصو، كيعطيني واحد النكهه رائعه. كيف ما قلت لكم ممكن ديروا الزعتر، المحبين الزعتر ممكن تستبدلوا الربيع قزبر معدنوس بالزعتر. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الوجبه ديالنا اللي تكفي من جوج حتى ثلاثه ديال الافراد مع سلطه، فك وجبه غداء او عشاء كتجي روعه. كيف ما شاهدتوا معايا غير جوج بيضات وجوج حبات ديال البطاطا قضاو الغرض، وفي اقل من خمسة ديال الدقائق كتكون الوجبه ديالنا واجده. يعني كنديروا البطاطا ديالنا تسلق وكنشحروا ميم با في نفس الوقت كنشحروا داك الدجاج وداك البصيله، كتوجد لينا بواحد السرعه قياسيه والمذاق خطير خطير جدا. غير جربوها والله ما تندموا عليها، غتولي عندكم هذه الاكله ادمان رائع جدا. كتجينا محمره كذلك من الاسفل، والنار ناكد عليها تكون ناقصه مهيله ملي نبغيو نضيفوا المكونات الاخرين، يعني كخضر ممكن نستبدلوا الدجاج بالطون او بالكفته، وكذلك ممكن نستبدلوه حتى بالخضر اي نوع الخضر عندنا. وانا غادي نتناولها قدامكم هذه المره بخبيز، كتجي من اروع من الالذ، ممكن تجربيه في الوصفات السهله وسريعه. نتمنى ان اعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش الله يسهل عليكم من لايكات ديالكم باش كتشجعوني ونزيد نعطي احسن ما عندي، وكذلك بالتعاليق ديالكم البنائين. كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات والتعاليق ديالكم اللي كيفرحوني بزاف بزاف، كنشكركم جزيل الشكر على التعاليق ديالكم اللي كيفرحوني. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد لاول مره كينضموا لقناتي ويجبوا محتوى، مع اليوم اللي فعلوا الجرس فضلا وليس امرا، توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه.